حدود 750 ميجا واط عند المناسيج التصميميه اللي تشتغل بالحد الاعلى. حقيقه كل الاعلام هسه يركز على انه اكو تصدعات بجسم السد. جسم السد هذا التصميم حقيقه 100% سليم، لا توجد اي تصدعات بجسم السد. المشكله الاساسيه عندنا هي بالاسس اللي هي تحت الجسم السد. هسه بالغرفه مالتي راح اشرح لكم الاسس اللي هي اسس جبسيه، هاي المشاكل بيها. حقيقه جسم السد ما بيها اي مشكله، المشكله بالاسس. ومعالجتها مستمرة بأعمال التحشير. أعمال التحشير أثبتت كفاءة، هي ما هو حل دائم بس منها تعتبر الحل الوحيد لمعالجة ذوبان الجبس بالأسس هي أعمال التحشير، واللي جابت نتيجة وحافظت على سلامة السد من 91 من استلمناه من الشركة إلى حد الآن. اليوم يعني زرنا واطلعنا على سد الموصل، وركزنا خاصة على المسائل الأمنية. تداولنا مع الأخ عقيد ركن منتظر اللي هو الآن مسؤولية حماية السد تقع على عاتقه مع القوات الأمنية الملحقة به، والحمد لله يعني الأمور جيدة. أكو بعض الأشياء اللي طلب بيها تعزيز بعض المواقع، وإن شاء الله راح نعمل على تعزيز بعض القطعات اللي موجودة حول المناطق معينة بالسد. أيضا الدكتور رياض مشكور جدا، يعني هو والكوادر اللي تعمل معاه، يعني بعد ما انطانا إيجاز عن الأعمال اللي جرت بالسد، يعني جهود حقيقة جبارة جدا قدمت من الكوادر اللي موجودة يعني في منطقة سد الموصل. وطمأن يعني الدكتور على وضع السد، وضع السد مطمئن. وأيضا بعد أن حدث الزلزال اللي ضرب منطقة إيران والعراق، الفحوصات اللي أجريت على منطقة السد بحالة جيدة، ما تأثر بالزلزال ولله الحمد. أشكر باسم قيادة عمليات نينوى، أشكر الأخ الدكتور رياض والكوادر اللي موجودة معه واللي تواصل الليل والنهار في سبيل الحفاظ على سد الموصل، أشكرهم شكر جزيل. تشرفنا اليوم بزيارة قائد عمليات نينوى إلى سد الموصل، هذا السد الحيوي المهم بالنسبة للعراق والعراق بشكل عام. الهدف من الزيارة هو تفقد القطعات العسكرية المتواجدة لحماية سد الموصل، بالإضافة إلى الاطمئنان على وضع سد الموصل ومتابعة الكوادر العاملة في سد الموصل. حقيقة قدمنا في الصورة كاملة ومتكاملة عن وضع سد الموصل وعن الأهداف التي أنشأ منها سد الموصل، بالإضافة إلى العمليات اللي حدثت خلال فترة الثلاث سنوات الماضية وما قامت به الجهود الكادر العراقي من إعادة إعمار لسد الموصل، كما تشاهدون الآن في وضع جيد جدا يختلف عما حدث في بان وجود داعش والتي سبب أضرار كبيرة لسد الموصل. الحمد لله تمكنت الكوادر العراقية والكوادر الهندسية بإعادة إعمار سد الموصل، هذا السد المهم، السد الاستراتيجي الحيوي بالنسبة للعراق. ونحن كإدارة سد الموصل نطمن العراقيين أن وضع سد الموصل حاليا وضع جيد ومطمن، ولا توجد أي مخاوف من انهيار سد الموصل، أو حتى بالنسبة للهزة الأرضية التي حدثت في الأونة الأخيرة لم تكن هناك أي تأثير على سد الموصل. وزارة الموارد المائية والمتمثلة بالسيد الوزير شخصيا والهيئة العامة للسدود متابعة ميدانية لسد الموصل بشكل مكثف ومتابعة مستمرة وبدون توقف، ولها الفضل الكبير في إعادة إعمار سد الموصل وتخصيص الأموال والمتابعة في المحافل الدولية والمحافل الرسمية المحلية. اليوم احنا متواجدين بسد الموصل، الغرض من الزيارة هي حقيقة لتدقيق الإجراءات الأمنية الداخلية والخارجية لسد الموصل. سد الموصل منشأة حيوية وهدف مهم بالنسبة لنا، احنا حريصين على سلامته. الإجراءات المتخذة لسه جيدة جدا،
من قبل قطاعات فوج مكافحة الإرهاب وأيضا من قبل الأجرامية الموجودة إن شاء الله. وأيضا اطمأنينا على سلامة السد بعد الزلزال الأخير وأيضا لإجراء الأعمال الفنية اللي تجري الحمد لله والشكر. وأيضا طمأننا السيد المدير إن شاء الله بالمستقبل القريب ممكن السد أن يرجع منشأة سياحية حيوية أيضا هي متنفس لهذا الموصل.